يكفي أن يكون لديك مكنسة وبعض القارورات لكي تصبحي أحد المتدربات عند الكوتش أسمى عبر حسابها على فيسبوك. أوزان بمعدات منزلية متوفرة في كل بيت تجعلك مواظبة على التمتع بجسم صحي دون الذهاب إلى قاعات الرياضة ودفع مستحقاتها. بثوث يومية تحتوي على نصائح ستحكي لنا عن محتواها الكوتش أسمى في هذه الحلقة. ما يعرفش جسمك لكي تخدمي بالقرعة تاع الماء ولا لكي تخدمي بالقرعة تاع الحديد. جسمك هو عند تعطيتي له ضغط يعطيك نتيجة، راحة وأكل يعطيك نتيجة. فكرت أنا في باش نقدر نخدم ما عنديش أوزان، جات في بالي القرعة تاع الماء. معظم الناس عندهم القرعة تاع الماء في الدار، معظم الناس عندهم البالي، ماشي حاجة ليها. وكانت يعني لأنه هذه الرياضة كما على بالك لازم كل مرة تزيدي في الأوزان اللي تخدمي بها باش هكا تكون عندك نتيجة أحسن. الحمد لله زوجي زاد لقالي فكرة بالبايت تاع البايت، خدم لي بهم ديزالتر كيف كيف بالسيمان بيان، وليت نخدم بهم عادي. وكل مرة كنت نزيد نطور في الأوزان، حتى هو كان يتدرب معايا في المنزل يعني، والحمد لله ما عمرنا ولا لقينا مشكل ولا. وبالعكس هذه الفكرة تاع الأدوات اللي كاينين في المنزل هي اللي شجعت النساء على ممارسة الرياضة، لأنه بزاف ما عندهمش باش يشرو ولا ما عندهمش منين يشرو، وإلا كاين اللي زوجها ما يحب يخليها تروح لاصال، ما يحب يشري لها ويقعد يتنمر على شكل جسمها. في الاول بزاف بعثوا لي دي ميساج وقعدوني يشجعوا فيا ويقولوا لي بشغل بلاكي تحبسي وسيت اون بون انيسياتيف، وحتى وكي عاودوا فتحوا القاعات وبقاو يديروا معايا. باسكو كيما قلتي كاين بعض النساء اللي كاين اللي ما عندهاش وين تخلي ولادها، سما تخمم على الصاله وقتاش تفتح وقتاش تغلق وين تخلي ولادها، ولا تخمم نقل بعيد عليها لا صال، ما عندهاش سما كيما نقولوا ما تقدرش تخلص اشتراك تاع صاله. ولا كاين ثاني نساء اللي خدامات ما عندهاش الوقت باش تسمى وقتها ماشي محدد صاله، صاله تغلق في الخمسة هي تلحق على الخمسة ما تقدرش تدير. تسمى بزاف نساء ساعدتهم الفكره تاع انها تتدرب من دارها. حتى انا قلت لك انا كنت عامله وفضلت اني نتدرب من بيتي من داري، وليدي قدامي نطيب كيما نحب ندير واش نحب، او ميم طون ندير الشغف تاعي يعني نمارس الهواية تاعي ولا العمل تاعي. يعني الدار ما كانتش هي العائق ولا هي، بالعكس أنا لاحظت أنه في الدار الحمد لله عندي نتائج مليحة سواء أنايا ولا المتدربين اللي عندي. يعني الجسم تاعك ما يعرفش إذا أنت راكي تدربي في القاعة ولا راكي تدربي في الدار، المهم تعطيله وش يستحق، يعني تعطيله استرس اللي هو يستحقه باش تجاوبك العضلة تاعك. السلام عليكم، معكم كوتش أسماء مدربة لياقة بدنية ومختصة في أغذية الرياضي. حاليا النشاط تاعي راه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا امرأة متزوجة وعندي طفل في عمره 3 سنوات من منطقة بومرداس. أنا الحمد لله عندي تقدري تقولي كامل لي كاتيجوري تاع النساء، عندي الماكثة في البيت، عندي الطالبة، عندي طبيبات، عندي مهندسات، الحمد لله ما عنديش مشكل. حتى نساء مغربيات، نساء تونسيات من ليبيا يحبوا يديروا معايا رياضة الحمد لله. مام من الخارج يفضلوا يقول لي نفضل، تقول لي نفضل أنه نتعامل مع بنت بلادي أحسن من أني نتعامل مع واحدة ما شغل الأطباق تاعنا نفسها، العادات تاعنا نفسها، ما حش تلقى صعوبة. كي جات الكورونا ولزم عليا الحال أني ندير رياضة في الدار، كنت نتصفح في صفحتي عادي، كانت عندي صفحة للمشتركين مدربين عندي متدربين عندي في لاصال. اقترحت عليا وحدة منهم قالت لي كوتش واش رايك ديري لنا لايف. في الأول جاتني شغل شوية
شغل كان عندي شويه هكا تحفظ. رحت عند زوجي سالته قلت له واش رايك لو كان ندير لايف، قال لي اللايف واش؟ قلت له رياضه. الحصه اللي مبروغراميتها نديرها في القاعه عندي للمتدربين بالاحد نديرها في اللايف. قال لي دبري راسك شوفي انت واش يساعدك. قلت له خلاص فيها. درت اللايف والحمد لله هذاك اللايف لقى استحسان شغل ما كنتش نستنى فيه، ولحقوني شغل دي ميساج بارطاجاو لي اللايف، شغل تحمست كيما نقولوا. بالنسبه للنتائج الحمد لله عندي نتائج تقدري تقولي 90% من اللي خدموا معايا يلقاو نتيجه. كاين اللي بالك ما تسعفهاش الحظ، كاين اللي طيح اونسنت في نص الكوتشينغ، كاين اللي ما تبعش واش نقولها انا، لانه هذا التزام قبل كل شيء، ماشي بمجرد انك اشتركتي مع كوتش عندها نتائج ولا ما عندهاش معناتها انت راح تتحصلي بنفس على نفس النتيجه، لا انت ما تعبتيش على روحك، نتيجه ما تجيش وحدها. برنامج غذائي بدون رياضه ما يصلحش، وبرنامج رياضي بدون تغذيه ما يصلحش، ما لازم في زوج مع بعض. لانه نقدر نقول لك 70% من النتيجه تاع الشخص هي النظام الغذائي، سورتو خصوصا دون العويصه اللي مهبله كامل النساء في الكرش، لازم لها برنامج غذائي يكون محسوب السعرات على حسب الجسم الانسان مع برنامج رياضي تمارين مقاومه وكارديو. النتيجه تحب الصبر وتحب الالتزام، بدون هذا الزوج ممكن ما راحش تجي النتيجه، لانه اجسامنا تختلف، معيشتنا تختلف، كاين مراه عندها اولاد كاين ما عندهاش، كاين متزوجه كاين غير متزوجه، هذا الامور راح يديروا الفرق، لانه في كل حاجه فرق في الراحه، فرق في التدريب، فرق في العمر مام، دونك هذو الامور اللي ما نقدروش احنا نتحكموا فيها اللي هي النتيجه. بصح النتيجه بالمداومه راح تجي، يعني ما جاتكش ما شتيش نتيجه مليحه في شهر ممكن تشوفيها في شهرين، ما شتيهاش في شهرين تشوفيها في 3 شهور. هذه الرياضه ما تحبش كيما نقولوا ما تحبش الكماليه، تحب الاستمراريه.